وتتواصل قوافل الشهداء الذين سطروا أروع الانتصارات في جبهات ما وراء الحدود. ففي محافظة حجة شيع أبناء منطقة شرقي عبس بمديرية المدينة جثمان الشهيد مساعد أول عبد الصالح عطيفة الذي استشهد في جبهة نجران. أحد زملاء الأخ عبد الحطيفة رحمة الله عليه كان زميلا وأخ في كل المهام، كان جديرا في مهامه الأولية التي توكل إليه، كان رحمه الله أعز الأصدقاء والزملاء رحمة الله تخشاه. بالفخر والاعتزاز لمن قدموا أرواحهم رخيصة فداء لوطنهم، ها هي مواكب الشهداء الأبطال من أبطال الجيش تتوالى يوما بعد آخر. فبالأمس ودع أبناء محافظة حجة أحد شهداء اللواء 63 حرس جمهورية، واليوم يودع أبناء منطقة شرقي عبس بمديرية مدينة حجة جثمان الشهيد عبد الصالح عضيفة أحد أبطال قوات النخبة التابعة لقوات الأمن الخاصة الذي استشهد في جبهات ما وراء الحدود. نحن نودع اليوم الشهيد عبد صالح عطيفة أحد أفراد قوات النخبة لمكافحة الإرهاب، لقد ترجل وهو يدافع عن الوطن في جبهة نجران، فرحمة الله عليه تغشاه هو وجميع شهدائنا، لقد قدموا أرواحهم فداء للوطن. على الشهيد الراحل الذي سار في من أجل الوطن ومن أجل الشعب ومن أجل الكرامة ومن أجل الحياة والوحدة. وفي سبيل الدفاع عن عزة وكرامة الوطن أكد أهالي وأقارب الشهيد عن مواصلتهم بذل الغالي والنفيس في تقديم التضحيات لمواجهة العدوان السعودي الغاشم. ونشكر كل مواطن شريف في الشعب اليمني، ونشكر الزعيم علي عبد الله صالح حفظه الله زعيم الأمة العربية صقر العرب الذي لم تلد مثل امرأة، زعيم اليمن حافظها الله. الأدوار البطولية والانتصارات التي يسطرها أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين في مختلف الجبهات تظل صخرة صلبة تتحطم عليها رهانات العدوان ومرتزقته. روح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. من محافظة حجة مصطفى سنان، اليمن اليوم.